تقديم بوشيبة على كابا فام. أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم جميعا. نرجع معاكم لرقم الحقيقة ممكن يكون أكيد باش يكون مفزع شوية خلال 4 أشهر الأولى من 2023، باش ناخذوا موضوع تسجيل 8 حالات انتحار أطفال و300 ولادة خارج إطار الزواج. باش نركزوا شوية على حالات الانتحار في صفوف الأطفال، باش نرجع شوية على الأسباب وكذلك على الطرق باش نتجاوزوا الأزمة الكبيرة والكبيرة هذه. نرجع معاكم لتصريح الدكتورة أمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي أكدت أنه حالات انتحار ومحاولات انتحار الأطفال في تنامي، وان تم خلال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية تسجيل 8 حالات انتحار في صفوف الصغيرات بمعدل حالتين في الشهرين، يعني حازوز في كل شهرين نسجلوا زوز حالات، و 102 محاولة انتحار بمعدل 26 محاولة شهرية خلال نفس الفترة. خليني نستقبل معاكم مدام سوسن الجيدي رئيسة فرع بالقيروان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا مدام سوسن. مرحبا ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. شكرا لك على قبولك الدعوة. باش نرجعوا لموضوع الانتحار في صفوف التلامذة في صفوف الصغيرات متاعنا، اللي الحقيقة يتطلب اليوم صيحة فزاع كبيرة من جل الإطارات المعنية والإطارات كذلك المداخلة في هذا الموضوع. حكينا شوية مدام أنت بحكم رئيسة فرع في القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كيفاش قاعدين تخدموا عليه الموضوع هذا؟ والله احنا في الفرع قاعدين نرصدوا في حالات الانتحار، وان كانت فما صعوبه في الوصول الى المعطيات. اللي شفناه انه في شهر افريل سجلنا 6 حالات انتحار، في شهر ماي الجاري 7 حالات انتحار، علما وانه على المستوى الوطني عندنا المرصد التونسي تابع للمنتدى الذي يتابع هذه الارقام منسوب العنف بصفه عامه والانتحار، وقع تسجيل 45 حالة انتحار. أيوة. على المستوى الوطني في الثلاثية الأولى لهذه السنة. علما وأنه أنا أقول أنه فما أرقام غير مرئية اللي هي محاولات الانتحار الفاشلة، وإحنا على مستوى الجهوي يعني في مستشفى ابن الجزار قاعدة توصلنا معلومات اللي فما أرقام مفزعة لحالات الشباب والشابات اللي يحاولوا الانتحار. اللي رصدنا أنه محاولات الانتحار وحالات الانتحار مرتفعة أكثر في صفوف الذكور أكثر منها في صفوف الإناث، أنه تمس كل الشرائح العمرية، والمؤسف حقيقة أنها قادت في القصر. يعني إحنا في الفترة الأخيرة في الجهة عنا مراهقين يعني انتحروا، منهم تلميذ انتحر في وسط المؤسسة التربوية معهد رقادة بعد ما خرجوا إتلندا. هذا يشير إلى أنه نتسألوا يندرى خلايا الإنصات هل هي مفعلة في المؤسسات التربوية؟ فعلا مربية؟ خلايا الإنصات، خلايا الإنصات هل هي مفعلة؟ سؤال كبير برشا لهنا. نرجع معك كذلك لذات التصريح لوزيرة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن، اللي بينت أنه 5 ولايات من الجمهورية تستأثر بالنصيب الأوفر من الإشعارات المتعلقة بتهديد مصلحة الطفل. إصفاقس نلقاوها وأريانا نابل وتونس وسوسة، كما زاد أبرزت أنه الوزارة باش تشرع بداية من الشهر القادم في إصدار نشرية شهرية حول الأرقام المؤشرات وإلى غير ذلك. علاش نشوفوا بعض الولايات اللي تحظى بهذا النصيب الأكثر على غرار الولايات الأخرى؟ صحيح، مثلا احنا في القروان في المرتبة الأولى فيما يتعلق بنسب الانتحار، وهذا مش جديد، مش اسماء، هذا تواتر في السنوات الأخيرة. خليني أقول أنه في جهة القروان اللي هي معظمها معتمديات أرياف بعيدة وكبيرة والسكان منتشرين ومنتشرين فيها، ثم التردي الحقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تعرف مثلا في قروان فيها أعلى نسب فقر وفقر مدقع، فيها أعلى نسب للأمنية، فيها أعلى نسب للبطالة. ما نجموش ننفيه أنه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على مثل هذه الظواهر. إضافة إلى ذلك الحقيقة منذ عقود هذه الظاهرة إذاء النفس الانتحار موجودة في الجهة ومسكوت عنها. يعني ساعات تصير في الأرياف والعائلات كما تعرف دينيا معناها هي حاجة مدانة، ساعات ما يقولوش أنه الطفل وإلا الشاب وإلا حتى
الجهل أن وضع حد لحياته معناتها ما توصلش المعلومة. لكن اليوم مع وجود المراسلين والصحافة اللي قاعدة تخدم وفي إطار ما بقي من حرية الإعلام قاعدين نشوفه في الظاهرة أكثر. حاجة أخرى ثم نجم نقول أنا بما أني بنت الجهة أدخل لنفسي بذلك أنه في أغلب الأحيان خطأ في المناطق الريفية ثم توتر للعلاقات الاجتماعية ثم عقليات متحجرة على غالب يعني كما قلت لك فما نسب أمية كبيرة ولكن أيضا مسألة التربية مسألة علاقات متوترة ما يسمعوش بعضهم ما فماش برشا عام نرجع ديما للحوار ثقافة الحوار اللي مش موجودة وملغية. يجب نقول أن مؤسسات الدولة إحنا ندعوها أن تكون بوجبة أكثر يعني المؤسسات التي تعنى بالطفولة أنه هي اللي إحنا عنا مندوب للطفولة ممكن الحالات اللي موجودة في القروات أكثر من الموارد البشرية اللي موجودة. رأي خليني نذكر أنه في مندوبية التربية في القيروان عنا فقط زوج أخصائيات نفسانيات في حين أن هنا نحكي فما عديد الإشكاليات فما حتى عنه في الوسط المدرسي فما تنمر فما عنه يتسلط على الفتيات هذا من بين الأسباب اللي تؤدي للانتحار طبعا فما برشا ناس قاعدة تخدم وحنا نحيوهم هذا أكيد ولكن أنا رأي اللي فما نقص في تدخل مؤسسات الدولة. حاجة أخرى فما نقص أيضا في الأنشطة الثقافية والرياضية خاصة في المناطق الثنائية في المدنيات فمت عنا برشا أريد لكن كنت تشوفها يعني فقط تلقى كيس عطار إذا كان بيتو عطار وقهوة ومختلفة في ذاتنا موجودة الماء ومدرسة ابتدائية يعني برشا دور ثقافة مغلقة في معتمديات القيروان ذلك الشباب سواء الطفولة المبكرة الطفولة المراهقين الشباب في حاجة إلى تلك الأنشطة الثقافية في حاجة إلى الأنشطة الرياضية أيضا وذلك علاش هي الدعوة إلى تكثيف هذه الأنشطة نشجعوا أيضا الإطار التربوي أن يعني نوادي ثقافية خاطر أنا عن تجربة رو سنين كيفش في نادي يعمل صداقات حتى كان عنده إشكاليات في أنه يعمل صداقات حتى كان يعيش في محيط عائلي في توتر في عنف لكن النوادي هذيك تمثل متنفس خاصة إذا هي مجانية وإحنا نعرف أنه معناها السكان الأكثر هشاشة هم اللي يعانيوا أكثر من هذه الإشكاليات صحيح مجبين أن يقع تشجيع أكثر الإطار التربوي إلى تنظيم نوادي في المعاهد أنه يكفوا يعني الجزائر كولتورال كل ما يتعلق بالترفيه والتثقيف هذه حاجة مطلوبة جدا. واضح يعطيك الصحة سيدتي الكريمة شكرا ليك على التواصل رئيسة فرع القيروان للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي مشكورة جدا للتونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار خليكم في الاستماع شوي اخر طول عليكم من ماني تعالى في موجز الاخبار.